الدببة الأربعة. هيا أرجوكي أرجوكي يا روزي. اهدأ يا رومبا، ألا تراني مشغولة؟ أرجوكي يا روزي سأبهر الجميع أرجوكي. حاضر، سأعطيك دور أحد الدببة. نعم، سأكون نجمة المسرحية. سنرى، أين كنت؟ أي واحد؟ ماذا تعني يا رومبا؟ أي دب أنا؟ أو الدبة الأم؟ ها، رائع. هيا من جديد. روزي، ماذا الآن يا رومبا؟ أظن هذا لك. شكرا، والآن دعني أنهي مسرحيتي، وإلا لن تكون دبا أو نجم. لم تسمعي لي صوتا. أوبس، آسف. انتهيت، كتبت المسرحية. شقراء والدببة الثلاثة. واو، أحسنت يا روزي. ماذا تقول الدبة الأم؟ لنبحث عن بقية الممثلين أولاً. ممثلون غيري؟ بالطبع، هناك الدب الصغير والدب الأب و... نعم، والشقراء والذئب. لا ذئب في مسرحيتنا، لحسن حظك. ها، هل أنتم جميعاً سعداء بأدواركم؟ نعم، صحيح، دور الراوي على مقاسي تماماً يا سادة يا كرام. هذا ممتاز يا فكري. بينون، أنت الدب الأب. حلمت دوماً بتمثيل دور الدب. كرز، ستكون الدب الصغير. أوه، هل هو صغير جداً؟ نعم. ولين، أنت شقراء. أحب أن أكون شقراء اللطيفة يا روزي. انسي هذا، شقراء ليست لطيفة، إنها فوضوية. لا أريد أن أكون فوضوية. وحبات البلوط، ستكونون الجمهور. العبي بعيدا الآن كي نتدرب على العرض. لماذا تفعل هذا دائما؟ والآن يا فكري، هيا نبدأ التدريب. كان يا مكان، كانت هناك فتاة اسمها شقراء. أحب هذه القصة وأحب هذه المسرحية. ما هو دوري؟ لم يبقى لك دور يا بلبلة. كيف؟ أنا ولدت لأكون ممثلة. تحت هذا الريش تكمن نجمة كبيرة. انتظري يا بلبلة، يمكن أن تقومي بشيء آخر، صحيح يا روزي؟ ماذا؟ بالطبع، يمكنك أن تقومي بالمؤثرات الصوتية. مؤثرات صوتية؟ ما هي؟ مثل طرقات الباب، رفرفة العصفور. لا. لا باب ولا عصفور، أنا ممثلة محترفة، أتفهمون؟ ماذا لو أصبحت مديرة المسرح؟ بمعنى؟ بمعنى أنك المسؤولة. ولدت لأكون مسؤولة أيضاً. جيد، إذن دربي الممثلين وأنا سأذهب لإحضار الملابس المناسبة للعرض. تمام، ها هي ثلاثة صحون وثلاث ملاعق وبقية الكراسي. أتمنى أن ترضى بلبلة، كانت تبدو حزينة. هيا يلي. يا له من منزل جميل، أنا متعبة جدا و... لين لين لين، ارفعي صوتك أكثر. آسفة يا بلبلة. اسمعي وركزي. أوهوهو، يا له من منزل جميل. أرأيتي؟ أصرخي من داخلك. حسنا. يا له من منزل جميل. لا، ذاك ليس الدب الصغير،
هذا هو الدب الصغير. غوغي غوغي غو، من ينام في سريري؟ واضح؟ والآن افعل مثلي. غوغي غو، ترى من الذي ينام في سريري؟ يا رومبا افهم، الدبة الأم تضع أحمر شفاه لأنها سيدة. لن أضع هذا أبدا، وأنا أيضا لن أصرخ، وأنا لن أبكي كالأطفال ثانية. بل ستفعلون ما طلبت لأنني أنا المسؤولة. لكن نحن نلعب يا بلبلة. بينون على حق. إذن أنا أنسحب من اللعبة. مرحبا جميعا، كيف حال التدريبات؟ بصراحة ليست جيدة. أين بلبلة؟ رحلت. لم تتوقف عن إصدار الأوامر، جعلتني أبكي كطفل رضيع. أوه يا خبر. اسمعوا، أيمكنكم تجهيز المسرح للعرض؟ علي التحدث مع بلبلة. بلبلة، ها أنت، لماذا تبكين؟ لا أحد يحبني. هذا ليس صحيحا، هم لا يحبون أن تصرخي فيهم. أنا آسفة، كنت فقط أحاول أن أشارك في المسرحية كممثلة. بل أنا الآسفة، لم أكتب أدوارا كافية للجميع، إنها غلطتي. بل غلطة شكراء، لماذا دخلت منزل عائلة صغيرة؟ ثلاثة دبابات لا تكفي. لقد أصبت يا بلبلة، ثلاثة فقط لا تكفي. إلى أين تذهبين يا روزي؟ ستعرفين. قابليني عند التالة. مسرحية متى تبدأ؟ كوميدية، سنضحك نضحك. أريد حلوى. أيها الجمهور، نرحب بكم، سيبدأ العرض قريبا جدا. أين روزي؟ طلبت مني أن آتي إلى هنا. سأبحث عن روزي حالا. روزي. ترى، ما هذا يا روزي؟ قررت أن نمثل مسرحية مختلفة يا رومبا، مسرحية لين والدبابة الأربعة. تعال. أربعة دبابة. وقال الدب الأب: من الذي كان نائما في سريري؟ كذلك قالت الدبة الأم: من كان نائما في سريري؟ وقال الدب الصغير: جو جو، ترى من كان نائما في سريري. وقالت الدبة الجدة: من كان نائما في سريري؟ أنا، إنه أنا. نعم، اسمها الفارس رومبا والتنين. أوه، وما قصتها؟ واو، القصة عن الفارس الشجاع والوسيم رومبا الذي ينقذ الأميرة من التنين المخيف العنيف الشرير ويطير بها إلى قصره الجميل. واو يا رومبا، تبدو رائعة جداً. أتخيل أنني أميرة بشعر طويل ناعم وشامة فوق خدي. النجدة النجدة، أصرخ فتأتي أنت فوق حصانك السريع وتنقذني. هذا رائع، سأكون رائعة في دور الأميرة. أوه أنا آسف، جعلت لك دورة التنين. التنين؟ بل التنينة يا رومبا. أنا التنينة روزي. التحية
خرجتم باكرا من اليوم. أيقظتنا أشعة الشمس. أهلا كرز. أهلا يا رومبا. أترغب في بعض الحركة؟ هي هذا أفضل أوقات اليوم. الليل هو وقتي المفضل، جوه منعش وهادئ جدا. الليل؟ ولكن ألا تشعر أحيانا بالوحدة هنا يا فكري؟ لا، هناك حيوانات تحب أن تخرج ليلا، حيوانات ليلية، وهي تأتي لزيارتي. وطبعا ليس هناك أمر أفضل من النظر إلى القمر والنجوم المتلألئة. أتمنى لو أستطيع النوم تحت النجوم مع أصدقائي. حسنا، لماذا لا نفعل؟ نعم، يمكننا أن نخيم هنا الليلة. مخيم حقيقي في الطبيعة؟ هل تستطيع أن تبقى في الخارج طوال الليل؟ ألن تعود إلى البيت عندما يحل الظلام؟ لا، أنا لن أخاف. هيا يا روزي لنخبر الجميع. كنت أحب التخييم عندما كنت صغيراً، وكنت دائماً أعزف على الجيتار. ستكون أول مرة أخيم فيها. أنا خبيرة في التخييم. متأكدة يا بلبلة؟ طبعاً، اسألني عن كل ما تريد. حسناً، أخبريني، ما هو أهم شيء تحملينه معك؟ الأغصان. لم أفهم لماذا يا بلبلة؟ الأغصان تستخدم لبناء العش. نحن بحاجة إلى خيام، لا إلى أعشاش. خيام؟ لست معتادة على الخيام، لكنني سأجربها هذه المرة. كم أنا متشوقة. هذا مكان مناسب للتخييم. لكنك قلت هذا عن الملعب وساحة التنزه. آسفة، هذا هو فعلاً المكان الأنسب لننصب الخيام. يوهو! يا له من مكان! ماذا؟ هل تتوقعون مني أن أسكن هنا؟ لا، هذه خيمة الأولاد، أنت في الثانية. هذه أفضل بكثير، رائعة. شكراً. ولكن لا مكان لأبسط جناحي. هيا لنخرج إلى الطبيعة، هناك المكان أوسع. ما أجمل النجوم، ما أجمل القمر، في قلب الطبيعة كم يحلو السهر. خارج الخيمة مع الأصدقاء نخيم. أوبس، لم أعزف على الجيتار منذ مدة. تأخر الوقت. من منكم سيدخل أولا لينام؟ أنا. لن أرتاح أبداً. سأغني لأساعدكما على النوم. ما أجمل النجوم، ما أجمل القمر، في قلب الطبيعة كم يحلو السهر. كيف ننام وأنت تصرخين؟ أنا أصرخ؟ هذا غناء. لن ننام أبداً. هل ستعود إلى البيت يا رومبا؟ لا، أنا لن أعود. ماذا؟
قال إنني أصرخ. ما هذا؟ هل يمكن أن تكفي عن الصراخ؟ هل يمكن أن تكفوا قليلاً عن الجدال؟ هذا ليس جيداً. لنطلب من بينون أن يصحبنا إلى فكري، إنه يعرف كل شيء عن النوم في الطبيعة، سيقدم لنا نصائح. مرحباً جميعاً، كيف حال التخييم؟ ليس جيداً. هل أنت بخير يا فكري؟ هل صادف أن رأيتم السنجابين السيد والسيدة موردي في الطريق؟ لم نرهما. يأتيان لزيارتي كل ليلة، لكن الليلة لا أعرف إلى أين ذهبا. ربما أرزة تعرف، سنبحث عنهما بالمصابيح في طريقنا إلى أرزة. شكرا، اشتقت إليهما. أي حيوان أصدر هذا الصوت الغريب؟ مرحبا يا روبا. مجرد صوت غريب، لا داعي للخوف. أنا لست خائفا. جيد جدا، أحسنت يا شجاع. أين كرز؟ أظن أنني أعرف، اتبعيني. كم أنا مسرورة بمشاركتكم في هذه الليلة الجميلة. هل رأيت السيدة والسيدة موردي يا أرزة؟ السناجب تظهر دائماً حيث لا نتوقعها. سنبحث في طريقنا إلى المخيم. شكراً يا أرزة. لا تنسوا أن تبحثوا في الأعلى وفي الأسفل. لكن السناجب تعيش على الأرض، صحيح؟ توقف يا كرز. ماذا؟ لم أفعل أي شيء. بل فعلت، أنت أصدرت ذلك الصوت السخيف. لا، لم أفعل. أنا لن أخاف من هذا الصوت أبداً. أهلاً يا سيد موردي. وأخيراً، أنا وعائلتي كنا نحاول الخروج من تحت هذه الشجيرة لنزور فكري، لكن خيمتكم أعاقتنا. آسف. رومبا، وجدت السناجب. لم نكن ضائعين، كنا عالقين، وعندما حاولنا الخروج بدأ أحدهم يصرخ كالمجنون. حسناً، نستطيع الآن أن ننام. أتمنى لو كانت مساحة الخيمة أوسع. ربما نستطيع أن نوسعها. لنتبع السناجب صوب فكري ونحضر الخيام معنا. أنا سعيد أنكم هنا أخيراً. ونحن أيضاً اضطررنا لتحمل بعض الصراخ المزعج الفظيع. بعد إذنكم. هاي كرز، انظر. بيتي أنا، لا مكان أفضل منه. ولا مكان أفضل من هنا، إنه أكثر مكان مريح نمت فيه. واستطعت أن أنام في الخارج مع أصدقائي. ليلاتكم الأولى في الخارج، ولكنها ليلاتي الأولى في الداخل. الآن فهمت ما عانته أرزة. لا تنسوا أن تنظروا إلى الأعلى. روزي، الآن عرفت لما لا أنام. أنا ليلي، أحب الاستيقاظ ليلاً كالسناجب. لذا سأنام طوال النهار وألعب طوال الليل. هل أستعير أرجوحتك عندما نعود؟ ليلة هانئة يا رومبا. ماما رومبا،
بيض بطة لم يفقس بعد. لا يا فكري، هي تركض فوقه منذ بضعة أيام، ولهذا صنعنا لها هذا. أوه، كعك الحبوب، إنها فكرة جيدة يا روزي. من الشاق الركوض على البيض. لماذا؟ لابد أن تركض على البيض طوال الوقت لتبقيه دافئاً. وحين يفقس البيض تبدأ المشقة، عليها تعليم صغارها السباحة على الفور. فقس بيض بطة أمر متعب جداً لي أيضاً. لماذا يا بلبلة؟ لأني أصمم زياً لأرتديه احتفالاً بصغار بطة. لين ستساعدني في ذلك، سأسرع، ينتظرني الكثير. كل هذا الحديث عن العمل قد أصابني بالجوع. رامبا توقف، فلنأخذ هذا الكعك إلى بطة قبل أن تلتهمه كله. إلى اللقاء يا فكري. مرحبا بطة، جئنا لنرى هل تحتاجين إلى شيء ولنعطيك هذا. أوه، كعك الحبوب الذي أحبه، لدي كل ما أحتاجه، شكرا يا روزي. عش ناعم، وجبات شهية لي، وأيضا عشب ليأكله صغاري حين يفقس البيض. أوه، العشب. ما الأمر يا بطة؟ العشب، نسيت العشب، كنت منشغلة بتجهيز العش ونسيت. سنأتي لك بالعشب. كيف يبدو شكله؟ هذه هي المشكلة، البط فقط من يستطيع العثور عليه. ماذا أفعل؟ لا يمكنني ترك البيض، سيبرد، لكن علي إحضار العشب. يمكننا الاعتناء بالبيض إلى أن تأتي بالعشب اللازم. حقاً؟ لا أعرف، أتعدانني أن تعتني به جيداً في غيابي؟ نعم نعدك، علينا فقط العثور على شيء دافئ لنغطيهم به، ويكون أيضاً ناعماً ومزغباً ومريح. أحسنت يا رومبا، أنت حقاً مناسب. أنا؟ هل يستطيع الركوض على البيض؟ إن ذلك أمر صعب. بالطبع يستطيع، أليس كذلك؟ احترس، ليس هكذا، إلى اليسار، لا إلى اليمين، بل إلى اليسار، والآن انزل ببطء. هكذا أحسنت. أحسنت يا رومبا، سأعود في أسرع وقت. هاي، الوضع مريح هنا جداً، أنا أحب الركوض على البيض. ماذا عن قبعة جديدة؟ هذا رائع يا لين. لماذا تريدين أن تتأنقي يا بلبلة؟ إنهم مجرد صغار بط. ربما ترضى أنت زيارتها بملابسك القديمة، لكنني أريد شيئا متميزا. يا روزي، هناك شيء غريب جدا يحدث. هل أنت بخير يا رومبا؟ العش يدغدغني. توقف عن القفز يا رومبا، سوف تكسر البيض. حسنا، سأبتعد عن العش. انظر، إنه يفقس. أظن أن بطة كان يجب أن تكون هنا لتراه يفقس. سوف أحضرها، واعتني أنت بالصغار إلى أن أعود. حسناً. أنا لست أمكم، ابقوا هنا، سأحضر لكم بعض الكعك. إنهم يقلدونني. افعلوا هذا. رائع، شكلهم جميل. أخشى أنني لم أرى بطة، لكن سأساعدك في البحث. حقا يا بينون، فقد تركت رومبا وحده مع صغار بطة. عودي أنت لتساعدي رومبا، وسأجد بطة. شكرا يا بينون. رومبا، لقد عدت. رومبا، أين ذهبوا؟ Woo!
أي هل هذه بلبلة؟ أي أعتذر يا فكري، كانت هذه غلطتي. ما الذي ترتدينه يا بلبلة؟ إنه زي الجديد، صنعته لي لين كي أحتفل بفوكسي بايدي بطة، ما رأيك؟ أعتقد أنه عليك اختيار شيء يمكنك من رؤية الطريق. كلامك صحيح، هذا اللون لا يناسبني على أي حال. رومبا، ماذا تفعل هنا؟ ظننت أن الصغار سيكونون مرتاحين في البيت. ولكنه بيتك أنت يا رومبا وليس بيتهم. لا بأس، يحبون المكان يا روزي، انظري. إنهم يظنون أنك أمهم. وعلمتهم الكثير من الأمور الهامة بالفعل، انظري. أنا أعتني بهم بشكل جيد، لكن عليهم أن يتعلموا كيف يصبحون بطاً من أمهم الحقيقية يا رومبا. أجل، لكن ماذا عن السباحة؟ فكري قال إن بطة سوف تعلمهم السباحة. سأعلمهم، سوف تكون مفاجأة جيدة لبطة. لست متأكدة أنها فكرة جيدة. رومبا، بالتأكيد سنجد زياً يلائمك يا بلبلة. ماذا يجب أن ترتدي يا فكري؟ إنها تبدو جميلة هكذا. هذه بالفعل رائعة. لأجل ماذا؟ ذيل جديد بالطبع. كرز، لين، أعلم صغار بطة السباحة، أتريدون المشاهدة؟ بالتأكيد. أجل. ماذا عن ذيل جديد؟ هذه لينة للغاية، سوف يحبونها. بطة، الحمد لله أني وجدتك. بيضك، لقد فقس. فقس؟ وأين الصغار يا الأعزاء؟ اطمئني، روزي ورومبا يعتنيان بهم لحين عودتك. ونقفز، وبعدها تجدفون كالأرانب هكذا. لماذا لا يقلدوني يا ترى؟ ليس للبط ذراعين يا رومبا، إنهم لن يسبحوا مثلك. بط يا الصغير، شكرا للاعتناء بهم. هيا يا صغار اتبعوني، فلنذهب سويا إلى العش. هيا اتبعوني. لماذا لا يتبعوني؟ يظنون أنهم أرانب مثل رومبا. ربما إن اختبأ رومبا يذهبون معك يا بطة. تعالوا معي يا أحبائي، إنهم لا يعرفوا من أنا. فقدت توازني، استغرقت وقتا لأرتدي هذا الزي. أنا لست أمكم. إنه ذيلك الجديد يا بلبلة، يبدو تماماً كأذني رومبا. بالطبع، بطة لدي خطط لك. إنهم يسبحون، يا إلهي. أحبائي الصغار، هيا معي، هيا. أتمنى ألا تفتقد الصغار كثيرا يا رومبا. بطة أمهم تعرف الكثير عن حياة البط، لكن هناك شيء يمكنني أنا فقط أن أفعله. رقصة رومبا. رمة العجيبة. قدراتي البلبلية تخبرني أن
البطاقة التي معك تحمل صورة تفاحة. كنت أعني موزة. أشكركم أشكركم. أنت قلت تفاحة لم تقولي موزة. ونتابع هذا العرض. هل هو حلم سعيد يا فكري؟ لا لا لست نائما. والآن مسك الختام. أتمنى أن تقدم لنا بعض الطعام، أنا جائع للغاية. وأنا أيضا يا رومبا. ماذا قلت عن الأحاديث الجانبية؟ عذرا يا بلبلة. يا بلبلة. حسنا، مسك ختام عرض بلبلة المبهر هو خدعة الإخفاء، لهذا أنا أحتاج للمتطوع. صفقوا بقوة للشجاع رومبا. ها؟ شكرا لكم. الآن ادخل غرفة الاختفاء السحرية. هذه خيمة كرز، أعرضها لبلبلة. فعلت هذا؟ هذا لطيف، معك حق. أنا أرجو ألا يندم. هلا دخلت إلى الخيمة؟ حسنا. حسنا، سأردد كلماتي البلبلية السحرية. شالملام. لا ليست هذه. وكي وكي وكي. لا لا لا. يا لبو. ولا هذه. ها، أيمكن أن تسرعي؟ أنا جائع جدا. راب برك راب برك ديزي. لا. تضيعين وقتنا، لن تستطيعي إخفاء رومبا. سأذهب لألعب. خذني معك. ربما عليك تذكر الكلمات المناسبة أولا يا بلبلة. هيا اخرج الآن يا رومبا. انتظروا. تذكرت الآن. نعم إنها ألا كلامك زعك الزوم. فلنرى. باب باب با. مرحبا رو... لقد اختفى. اختفى؟ أعني اختفى. واو. لا بأس. كيف فعلت هذا يا بلبلة؟ بالسحر. لكني لا أريد أن يرحل رومبا. يا لين، إنها مجرد لعبة. تعرف بلبلة كيف تعيد رومبا، صح يا بلبلة؟ بلبلة؟ بينكي وينكي دودا؟ لا. لم يظهر. هذا سيأخذ أياما. نادوني حين يظهر رومبا، سأكون في الملعب. مسكين يا رومبا. لا تقلقي يا لين، سنعيده إلينا. رومبا رومبا. باب خلفي. هاي. يمكنني رؤية منزلي من هنا. أين سيذهب رومبا إذا فتح هذا الباب؟ ورأى المنزل من هنا. لقد عرفت. إيكي واكي واكابيو شوم بروم بروم بو. جرب الكلمة الأولى. رومبا. 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 روزي. كنت أعرف أنك ستكون هنا.
أنا آسف لأنني تركت العرض، كنت جائعاً جداً وكانت بلبلة بطيئة جداً. حسناً، لا بأس يا رومبا، لكن الأصدقاء قلقون عليك. يظنون أن بلبلة أخفتك بالفعل. معقول؟ لذا علينا العودة وإخبارهم أنك بخير. لكن إذا عدنا بهذه الطريقة ستعرف بلبلة أنها لم تكن بإخفائي وأنها لا تملك قدرات عجيبة كما تظن. أنت محق. أنا لدي فكرة سترضي كل الأطراف. وقت عرض روزي ورومبا العجيب. أعلى كلامك زكزكزي، أو أعلى كلامك زغغلز. دعا رومبا للأبد. نحن لم نتمكن حتى من توديعه. أها، أعلى كلامك زغاتشي. هذا غريب، لقد اختفت روزي الآن. ماذا؟ روزي ورومبا معا. هيا يا بلبلة، أنت بارعة، كيف فعلت هذا؟ لا أعرف. جاهز يا رومبا؟ جاهز. صارت قدراتك البلبلية خارقة يا بلبلة. خارقة جدا. إنهما في مكان ما، الدماء لا تتبخر أبدا. انظرا، يبدو أنها سلة طعام. واو، ما كل هذا الطعام؟ مهلا، رسالة، إنها لك يا بلبلة. ماذا؟ إذا أردت رؤيتنا اليوم قولي على كلامك زغزازو. لقد عدنا. كيف هذا؟ سحر بلبلة البلاب. أعرف لعبة مشابهة يمكن للجميع الاشتراك. هوهو، لعبة إخفاء الطعام. يم يم. روزي. نعم يا رومبا. أخبريني كيف عرفت مكاني؟ استعملت حيلة سحرية؟ استخدمت كأي محقق ناجح 3 أشياء: عيني لأرى الأدلة جيدا، والثاني عقلي لأفكر في الأدلة التي رأيتها. صحيح. انتظري، هذان شيئان فقط، ما هو الثالث؟ كنت جائعا يا رومبا، أعرف أين تذهب حين تجوع. نعم، ومن لا يعرف. أنا شجرة. هو
نعم، أنا أذكر ذلك الأمر وكأنه حدث فقط بالأمس. كانت الريح تعصف بشدة حتى ظننت أنها ستقتلعني، ولكنني منذ ذلك اليوم صرت أحب الهواء بين أوراقي. بقدر ما تحب وجودي بين أوراقك يا فكري، أن تكون شجرة هو أمر صعب، أما أن تكون بلبلة فهو بالفعل أمر رائع للغاية. تسبح بأناقات في أنحاء الفضاء. أنا أيضاً أريد أن أشعر بالهواء يلفح وجهي. تريدين أن تكوني طائراً؟ لا، أريد أن أكون شجرة كفكري. أريد لعبة الحجلة يا روزي. نحن دائماً نلعب الحجلة يا رومبا. لنلعب الهوبلة. الحجلة. الهوبلة. يا روزي، يا رومبا، تعالي وشاهد لين، لن تصدق. وأخيراً سنتفق على عمل شيء معاً. ماذا تفعلين يا لين؟ أنا الآن شجرة كما تروني. إذن ماذا تفعلين عندما تكونين شجرة؟ نشعر بالهواء بين أوراقنا، وأيضاً نحن نراقب الأشياء و نستقبل الطيور لتلعب بين أغصاننا ونحافظ على نظافة الهواء ليصبح نقياً للتنفس. أرى أنه من الأفضل أن أكون طائراً. مرحباً، من منكم يريد أن يلعب؟ هذا بينون، هل تريد أن نلعب الهوبلة؟ ما رأيك في الحجلة؟ لنلعب كرة القدم. منظرك جميل من الأعلى يا فكري، أنت ترى كل أصدقائك يلعبون معاً ويمرحون. ونحن الأشجار نتسلى أيضاً. حقاً؟ نعم، يا حبات البلوط. ننط يا لين، ننط، ننط. أجل. لا للهبلة، الأفضل لعبة الحجلة. الأفضل كرة القدم. لننسى كرة القدم والحجلة والهبلة، لنلعب لعبة أخرى. عرفت، لين استطاعت أن تكون شجرة كفكري، لنلعب أن يكون أحدنا الآخر أيضاً. أنا سأكون كرز رائعاً. حسناً، وأنا سأكون روزي رائعةً لأنني الأفضل في كل شيء. هل يمكن أن أكون أنت؟ أنت تقطف الفاكهة وتصنع مأكولات شهية. حسناً يا رومبا، بشرط أن أكون أنا أنت. كم أحب أن أجلس في أرجوحتك وألعب اليويو. لنتبادل إذن. مرحباً يا بلبلة، هيا نتسابق. ماذا تفعلين على دراجة كرز السريعة؟ أنا الآن كرز، انظري كيف سأفوز. ليس عدلاً، لم تقولي انطلق. بوم 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 بوم. هيا يا كرز، غني لي أغنية. ماذا؟ أنت روزي، روزي دائما تحب أن تغني أغنية لرومبا. وأنا رومبا. حسنا. رومبا الأرنب أنت الأفضل، رومبا الأرنب أنت الأجمل. حسنا، لنلعب اليويو. هيا. تدغدغني. ما أجمل أن تشاهد ما يفعله الجميع يا لين. لكن الأشياء تبدو غريبة من الأعلى. رأيت روزي على الدراجة السريعة وكرز يغني أغصاني تؤلمني. كلهم يحاولون أن يتغيروا، أما أنا فلا، لا شيء أفضل من كوني بلبلة. أحب هذا العش، سأجربه. مهلاً بلبلة. أنت ثقيلة جداً.
سوف أري أرزازي كشجرة. أوه، هذه جميلة. في الواقع كرز لا يعجب بزهرة، إنه يحب الكرة. ليه؟ كرة كرز المفضلة، لقد ثقبتها. كيف يرتدي بينون ثوباً سميكاً هكذا؟ أنا أغلي. لا، هذه سلة بينون. أوه، أجل، يعجبني أن أكون روزي. سأرتاح هنا تماما. أوه لا لا لا. لا كرز، يعني روزي. أرجوحة رومبا كسرتها، ماذا سأفعل؟ لا أعرف. لكنك يجب أن تعرف، أنت روزي، هي دائماً تطيب خاطر رومبا. أوه، ما أصعب أن نكون شخصاً آخر. لم أعد أريد أن أكون روزي، أنا كرز. نعم، هذا أنا. ما أجمل هذا الزي يا لين. أردت أن أكون شجرة كفكري، لكن عندما رأيت أصدقائي يلعبون معاً أردت أن أعود لين من جديد. أمر مسل أن تصبحي شخصاً آخر، لكن الأفضل دائماً أن تكوني فعلاً نفسك. لن أبادل أرزة بكل كنوز الدنيا القيمة. آسفة بشأن كرتك يا كرز. أوه، لا تهتمي، فأنا فشلت في أن أكون أنت. أوه يا رومبا. نعم، هل يمكن أن تعود رومبا الحقيقي قبل أن يقع بينون من الأعلى؟ البيت ممتلئ بالنتوءات والكدمات. أنا آسف يا بينون، لقد كسرت سلتك الخاصة. لا بأس، أنا كسرت أرجوحتك. ماذا؟ كونوا مثلي، فأنا أكثركم موهبة. ربما من الأفضل أن نكون أنفسنا، فهناك شيء واحد نحسن صنعه، أن نساعد بعضنا. عادة جديدة. انتهيت. هكذا أفضل. لم تعودي شجرة يا لين؟ لا، لم أكن شجرة مفيدة. حسناً، أنا سعيدة لأنني اشتقت إلى الأفعال اللطيفة التي تقومين بها. اشتقت إلى أن تعودي لين. شكراً يا بلبلة. نعم، أنت محقة، أنا لا أبادل لين بكل كنوز الدنيا. أعجبني أن أكون شجرة والهواء يلاعب أغصاني. لنلعب. لكن أحب أن أبقى لين. قادمة. وأنت بالفعل فتاة ممتازة يا لين. الأفضل أن نكون أنفسنا، خاصة إذا كنا بلبلة. ترى. بلبلة، هل أنت بخير؟ إن نجحت في هذه أفوز في المباراة. إن استطعت أن تكوني شخصاً آخر، فمن تختارين؟ لست متأكدة يا رومبا. ماذا عني؟ أنا سعيدة بكوني أنا، شكراً. لكن أنا محب مسل جداً وأذني رائعتان. أنت تفقدني تركيزي. وأيضاً أنا أفوز دائماً. أرأيت ما أعني؟ رومبا، فعلت ذلك عمداً. نعم، ما أروع أن أكون أنا. شجرة صندوق البريد.
لوحة رائعة يا روزي، ألوانها زاهية كألواني. شكراً ونيس، هيا هيا انتهي. ستعجب لين يا روزي. فكرة جيدة يا فكري، سأعطيها لها. تمهلوا، لا وقت لدي، وعدت أن أساعد رومبا ليشغل الطائرة. لا تقلقي، اتركيها معي وسأعطي اللوحة للين حين أراها. شكراً فكري. أنت شجرة صندوق البريد، إلى اللقاء. أنا ساعي بريد بارع. ونيس، طائر البريد في خدمتك، دعها لي، سأوصلها للين. تأكد من أن تصل سليمة. لما العجلة؟ رومبا، مستعد للطائرة؟ هل تحتاج إلى المساعدة؟ لا يا روزي، وقبل أن تسألي أنا لا أمسك ورقة التعليمات بالمقلوب. أحد الأجزاء غير موجود. أهذا هو يا رومبا؟ ألوان جميلة، كم أحب الألوان. روزي في غاية اللطف. وماذا عن أول مهمة لي كطائر بريد يا لين؟ لست سيئاً ها؟ سأبعث لوحة لروزي لأشكرها، انتظرني من فضلك. يمكنك إرسالها إلى تل فكري يا لين. إرسالها؟ لكن أين يجب أن أضعها؟ ألديك علبة كرتون قديمة؟ بريد. هذا صندوق بريد وليس طبلاً. ما شعورك؟ مرتاح؟ جذر العجوز يدغدغني، لكنني متحمس ولا أمانع. ها هي أول رسالة لك. مرحباً لين، لمن سترسلينها؟ فلتخمن يا فكري. دعيني أفكر، روزي، بينون، كرز، بلبلة، رومبا. أجل، يجب ألا أنسى، لا يمكن إرسال بريد بدون طوابع. تفكير جيد يا لين. وقت إرسال الرسائل. شكراً فكري. شكراً فكري، أحب إرسال أشياء لأصدقائي، فهذا أمتع بكثيراً من تلقيها. تسعدني خدمتك، كم أتلهف لاستلام رسالتي. ماذا يحدث هنا؟ رسالة لك. ونيس يقوم بإيصال البريد يا بلبلة. إنه أول طائر بريد لنا. ماذا؟ لكنني أطير أفضل منه بكثير، أصلح كطائر بريد أكثر منه. على الجميع الاحتراس، الطائرة قادمة. رومبا، أظن أن الأجنحة مثبتة بالعكس، اسمح لي. كلا، يمكنني هذا. وقت تجربة الطيران، يمكنك المشاهدة إن أردت يا روزي. مرحبا ونيس. طائر البريد أتاك بالرسالة. تقول طائر البريد؟ نعم، فكري شجرة صندوق بريد الآن، هل يمكنكما صنع صندوق لأضع فيه الخطابات؟ شكرا لكما. حسنا يا ونيس. إنها من لين. وأنا أيضا، يجب أن نصنع صندوق بريد، فربما تصلنا رسائل أخرى. آسف يا روزي، لن أسعك، لدي طائرة ستقلع. 3، 2، 1، طيري. رومبا، يمكنني مساعدتك. أشكرك يا روزي، سأفعل هذا بدون مساعدة أحد. سوف يبدو هذا جميلاً. أفسح الطريق يا لين، فقد جاء صندوق البريد. هذا جميل حقاً يا كرز. نعم، فلنرى الآن من سيتلقى رسائل أكثر، أنت أم أنا. هذا يتوقف على عدد الخطابات التي نرسلها. لا 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 لا. طيري 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 إلى أعلى.
إلهي، مسكين يا رومبا، لو لم أكن مشغولة الآن لساعدتك. لا أحتاج أي مساعدة. من السيء أنها لا تحرك جناحيها. طيري طيري طيري. مرحبا يا ونيس، يبدو أنني صنعت صندوق البريد في الوقت المناسب. تفضل يا بينون. لو كان يوجد طائر بريد هنا فهو أنا. فلتسمحي لي يا بلبلة، كانت فكرتي أنا. لقد كانت فكرة فكري أيضا. دعكما من هذا، الأمر الهام أن يتسلم الجميع رسائلهم سليمة وبسرعة. وأنا أكثر سرعة منك على أي حال يا ونيس. إذن فلنرى هذا، آخر من يصل إلى عش بطة هو الخاسر. ربحت، وصلت هنا قبلك. هذا غير صحيح، أخبريه يا بطة. دعكما من هذا، لقد حطمتما صندوق بريدي. اسمح لي، هناك من لديه مهام بريدية لينفذها. يزورونني الكثيرون منذ أصبحت شجرة بريد. أنا أظن أن صندوقك سيصبح ثقيلاً يا فكري. لا مشكلة، أريد فقط أن يتسلم الجميع رسائلهم سليمة. سوف تصلني رسائل كثيرة. وأنا أيضاً. أحسنت يا فكري، هذه أفضل فكرة في العالم. أنت لن تأخذهم كلهم، أريد إيصال البعض. هذه لي، أرجوك يا بلبلة لا تزعجيني. لا أعرف لماذا لا تطيري. هيا ابتعدي. فلتعطيني بعضهم. اتركيهم. يا إلهي، لقد تبعثرت. هيا فلنجد هذه الرسائل بسرعة. لقد استأمنوني على تلك الرسائل. علينا استعادتهم. أحسنت يا رومبا، أنقذت الرسائل. كيف نشكرك على هذا؟ اتبعوني. مستعدان؟ انطلقا. يا أيتها الطائرة، نجحت، لقد طرت. تسعدنا المساعدة. والجميع قد استلم رسائله. بريد بريد بريد، فكري ليس سعيد. لقد نسينا فكري، كانت فكرته من البداية ولم نرسل له أي خطاب. لا تقلقي، سنفعل. ماذا سنفعل يا روزي؟ هيا فلتحضري ورقا وألوانا يا لين. مستعدون؟ واحد، اثنان، ثلاثة. هيا. أوه، ما هذا؟ بريد لي أنا؟ وهذه أرسلت لك من بينون. لم أتلقى رسائل من قبل، هل تساعدينني في إرسال بطاقات شكر؟ بالطبع، أنت أفضل شجرة بريد في العالم كله. أحب إرسال الرسائل، فهذا يعبر عن اهتمامي بأصدقائي. من أرسل لي هذه؟ أنا لا أبدو بهذا الشكل. روزي، أنت من فعل هذا؟ أعتذر يا رومبا، لقد كنت أريد رسم صورة جميلة لك، لكني تعجلت. حسناً، انتظري حتى تري ما أرسلته لك. رومبا! أو!
رسالة خاصة لك. وصلتنا هدية. فرس يتقدم، السرعة القصوى. سأسبقك لأنني أسرع منك يا فرس. هيا هيا هيا. هيا يا روزي. أوه بلبلة. مشغولة مشغولة مشغولة. هاي أنا ربحت. ياي بل أنا البطل. رومبا من فاز؟ أنا لا أعرف. المفروض يا رومبا أن تراقب. لقد فعلت، لكن في النهاية لم لا يهم راقبت أم لا، أنا فزت. أنا فزت. روزي، ألن نحضر البسكويت اليوم؟ أتمنى لك الحظ في صنع الحلوى، وإلا يا روزي أحدهم ستؤلفه معدته. لكنني فزت. الشوكولاتة لو سمحتي روزي. لا أصدق أنك لم ترني أسبق قرز. آسف يا روزي، بلبلة ظهرت فجأة. روزي. ماذا؟ أين سري؟ أين ذهب؟ لا أعرف. لا تقلقي، ليس مع البيض والطحين. ربما سقط أثناء السباق، سأذهب لأبحث عنه. أسرع يا مينون. أما زلت نائما يا بينون؟ إنها الظهيرة. كيف لم أسمع جرس المنبه؟ أين هو؟ اختفى دبدوبي بوني أيضا، مع أنه لا يستطيع المشي يا بينون. لم يفارقني منبهي منذ ولدت. مهلا، ما هذا؟ وجدت مثلها. هل علينا فتحها؟ لا أعرف، بوني يحب الهدايا، سأقدمها له حين أجده. حسنا يا رومبا، أنا وكرز بدأنا السباق من هنا، إذن لنبحث هنا. معذرة يا روزي، لفة واحدة احتفالا بالفوز. هذه هدية. أتعرفين عيد من اليوم؟ ليس مهما يا رومبا، المهم أن أجد زري بسرعة كي أسبق كرز مجددا. لنذهب إلى منزل بينون، مررت به صباحا. أهلا يا روزي. أهلا يا رومبا. وجدتما هدية أيضا، انظرا. جيد، لكنني أضعت زري. منبه المفضل اختفى. ودبدوبي بوني. أحدهم أخذ أغراضنا يا رومبا. هذا يحتاج المحقق رومبا. إذن بينون، أنت فقدت منبهك، متى اختفى بالضبط؟ لا أذكر، لم تكن معي ساعة. ليتني أحضرت البسكويت، التحقيق متعب ويشعرني بالجوع. انتبهوا. كفي كفي، هذا تحقيق مهم جدا. أنا سأحاول. حلوى. أحسنتِ يا روزي. إذن أخبروني، ماذا فعلتم صباح اليوم؟ فهمت، ولماذا كنت تقفزين؟ نحتاج إلى مساعدة شخص حكيم وذكي. هذا أنا. بصراحة قصدت أرزة. تعال معي. روزي ورومبا، مرحبا بكما. مرحبا بك، عرفتنا وأنت مغمضة. أعرف الكثير وأسمع معدة رومبا تقرقر. آسف. روزي اقتربي يا ابنتي، ما هي مشكلتك؟ أحدهم أخذ أغراضنا المميزة ولم يترك دليلا خلفه.
هل تذهب الصحراء إلى الغيوم الماطرة؟ أم يأتي المطر إلى الصحراء؟ ها؟ لكنها لا تمطر. أظنها تعني أن الأفضل إحضار الفاعل إلينا وليس أن نذهب نحن إليه. شكراً يا أرزا، يجب أن نسرع. كارز، مستعدة لجولة جديدة يا روزي؟ لا، لا أريد أن أهزمك مجدداً يا كارز، أريد استعارة كرتك أولاً. حسناً، موافق، ولكن انتبهي لها، إنها كرتي المفضلة. ستكون في أمان، أعدك. سأذهب لأرى فكري. لتنصب فخاً؟ دع طعماً مغرياً. الذي أخذ أغراضنا سيأخذ كرة كرز المفضلة، لذا سنراقبها ونقبض عليه. أوه، أهلاً! لقد اعتقدنا أنك جائع. أحضرنا البسكويت. شكراً. إذن لماذا نختبئ هنا؟ لنقبض على سارق أغراضنا المميزة. وضعت كرة كرز المفضلة هناك. أي كرة؟ لقد اختفت. أوه، كرته المفضلة روزي. وعدت أن تحافظي عليها. أعرف، سأشرح له الأمر. أتمنى ألا يصرخ في وجهي. اختفت، لكنها كرتي المفضلة. أنا متشائم للغاية منذ هذا الصباح. سامحني يا كرز، كنت أحاول إعادة أغراضي المفقودة. ربما علينا فتح هذه الآن. أظنها من الذي أخذ الأغراض. ريش. إذن لو عرفنا من عنده ريش غزير سنعرف من أخذ الأشياء. ما هذا الصوت؟ كأني أسمع صوت منبهي. إنه قادم من عرفنا من. هذا زري. بلبلة، أنا وجدته على الطريق. أبوني. هذه كرتي. بلبلة، لماذا أخذت أغراضنا؟ لا يحق لك ذلك. لأنها تعجبني وليس عندي مثلها. ليس عندي من هذه الأشياء. ففكرت أنك بادل. عليك استئذان الشخص قبل أخذ غرضا يخصه. أعرف، وعرفت أنني لا أملك شيئا مميزا إلا ريشي، وحين بادلتكم به فقدته كله. حتى الاحتياطي. كم أنا حزينة. جميعنا حزننا لفقدان أغراضنا المميزة، لهذا هي مميزة. بوني سيزورك في أي وقت يا بلبلة، ويمكنك استعارة منبهي. وربما كرتي أيضا، لكن اسأليني أولا. ها؟ آسفة للمشاكل التي سببتها لكم. ليتني أستطيع تعويضكم. تستطيعين. أنا تسابق يا كرز. الصاروخ الخارق مستعد للسباق. أنا قادم. حسناً، النتيجة متقاربة جدا، لكن الفائز هو روزي. شكراً يا كرز، إنه أفضل سباق قمنا به، وهو آخر سباق تفوزين به. رائع. نعم، ألست رائعة؟ رومبا، أخبرني ما هو غرضك المميز. لدي الكثير، هناك ديناصوري واليويو وأحياناً لعبة الببغاء أو حذاء التزلج. عليك اختيار غرض واحد تفضله على البقية. واحد؟ نعم. ما هو؟ إنهما شيئان في شيء تقريبا. رومبا، اختر واحدا.
تفضلي.